السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدير عمي الحاج؟ لاباس عليك؟ الله يطول عمرك مولاي. الله يحفظك عمي الحاج. يا ألف مرحبا. الله يعطيك الخير، كنشكرك بزاف. جزاك الله ألف خير مولاي. واحد الوالدة هي أنا مسكينة قالت لي قول لي يدعي معايا. يا رحمن يا رحيم يا رب. الله يعطيك الخير ودا عمي الحاج. وقفوا عندي واحد الموضوع ياك عرفتي. أياس سليمان إياه. ولكن مرتبك واحد شوية ودا عمي الحاج. لا خويا، حنا في الإذاعة بحال الأسرة، حنا أسرة وعائلة واحدة. كلنا نتعاون، خذ راحتك وبشوية عليك أخويا ونسمعوا منك ونستافدوا. هي مسكينة اللي قالت لي ربي ما عاود لي لقيش، حيت أنا ملي كنت صغير. إياه. ما ختنونيش مالي من الدار ياك عرفتي. إياه. ملي كنت انا صغير كانوا في واحد الدار قديمه، حيت كانوا خدامين عند شي ناس عندهم فلاحه. نعم. وكانت كتخليني ديك الساعه قالت لي يلا عندك 8 شهور. واحد النهار مسكينه مشات تسقي الماء ياك عرفتي. اييه. جات المهم لقاتني عامر بالدم وكتغوت، جات شي عيالات وقالوا لي هذيك العيالات اودي راه واقيلا ختنوا الملائكه ولا شي. اييه فعلا كيوقع كيوقع يا سي سليمان. اييه. صافي المهم داوني عند الطبيب وما والو. المهم راه دابا راه 27 سنة اللي عندي دابا ومزوج وعندي وليداتي بخير وعلى خير. الله يخليهم لك يا ربي يا كريم. الله يخليهم لك. بغيت نقول لك باش تفيدني بشي معلومة إلا كانت. أييه إن شاء الله. يرحم لك ودا عمي الحاج، بغيت التليفون ديالك إلا كان ممكن. واخا سي سليمان بإذن الله. شنو هي المعلومة سي سليمان؟ شنو هي المعلومة اللي غتقول لنا؟ باش نستافدوا منك؟ لا داك الشيء نيت علاش بغيت نعاود عليك. واخا مولاي واخا واخا سي سليمان واخا مرحبا. الله يطول عمرك الله يطول عمرك الله يحفظك ويرحمك. نسجل الرقم ديالك باذن الله. الله يطول عمرك سي سليمان. اول حاجه نطلب الله تعالى يشافي الوالده ويطول عمرها، اللهم تعالى يشافيها ويعافيها ويجبر العظم ديالها ويقوي الشكيمه ديالها ويجعلها مباركه ويجعلها صالحه. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. الله يطول لها العمر ويزكي لها الاعمال ويصلح لها التركه والعائله والاحباب. اللهم امين يا رب. سي سليمان، هذه القضيه ديال الختان في الطفوله، هناك من تختنه الملائكه؟ ممكن. النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم لم يختن، خرج من بطن امه مجبولا أي مختونا. خرج صلى الله عليه وسلم من بطن أمه مختونا ولم يختن. وهناك أطفال صغار وقع لهم مثل هذه كتسمى كرامات. كاين اللي كيختنوا الملائكة وكاين اللي كيردعوه صالحي الجن. كاين صالحي الجن، كاين صالحين من العباد زهاد اللي هما يعبدون الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيكونوا بعض الأمهات عندهم وليدات صغار وكيمشيو للخلاء، كيمشيو يقلبوا على الحصاد ولا على الدرس ولا الحرث وكيغيبوا، وكيبقى الوليد الصغير كيبكي او البنيه الصغيره كتبكي. فقد يكون هناك اما ملائكه الرحمن واما صالحي الجن كيسمعوا ذاك الصبي يبكي فيتقدمون اليه بالرحمه، هم رحمه الله فوق الارض. فقد يكون ربما في سن الرضاع فيتم ارضاعه، وقد يكون ربما مباركا فيتم ختانه. الختان يتم عن طريق الملائكة الرحمن. هذا كله كتسمى الكرامات، هي المؤمن يؤمن بها لأن القرآن العظيم مليء بالكرامات. وربي عز وجل حكى لنا على الملائكة كيظهروا لبعض الصلحاء من بني إسرائيل، ما أكثرهم كثير. فأمة لا إله إلا الله أيضا عندها الحظوة لتنال مثل هذه الكرامة. فسي سليمان الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويزيدك الله تعالى برا بالوالدين. اللهم امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.